السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات ميسون. اليوم ان شاء الله رايحة ندير معكم مسكوتة بالشوكولا والبرتقال، سهلة التحضير، خفيفة وبنينة. نبدأ بطريقة التحضير وفي نفس الوقت نذكر المقادير. بسم الله، في اناء درت 3 بيضات ورشة ملح، وعندي كيس سكر. هذا الكيس الحجم تاعو 240 مليلتر، وبنفس الكيس رايحة نكيل كامل المقادير. نخلط البيض والسكر مع رشة الملح مليح حتى يبيض الخليط ويتضاعف حجمه. راح نبدا نضيف كيس غير ربع زيت، نضيفه بالتدريج. نزيد نضيف نص كيس حليب. ونص كيس عصير البرتقال. السوائل كي نضيفهم نضيفهم بالتدريج، ما نكبوهمش على ضربة واحدة. نضيف قشور حبة برتقال ومغرفة كبيرة كاكاو. استعملوا الكاكاو البني. ونضيف مباشرة زوج كيسين فارينة. وزوج شكاير خميرة. كي تضيفوا الفارينة ما تستعملوش الخلاط بزاف، غير تتجانس المكونات، حبسوا الخلط. نجيب بلاطو يدخل الفرن، عندي الطول تاعه 34 والعرض 24 سنتيم. ندير له ورق الطهي ونفرغ الخليط. ندخل الصينية للفرن على درجة 180 مدة 15 دقيقة. خرجوا الصينية بعد 15 دقيقة ودخلوا سكين إلى خرج ناشف، يعني راهي طيبة. بعد ما طابت المسكوتة راهي خضات 18 دقيقة بالضبط على درجة 180، تجي خفيفة وبزاف هشيشة. نجيو مرحلة التزيين. عندي هنايا علبة شوكولا بالحليب، درت لها 3 مغارف كبار حليب وذوبتها على حمام مائي. انا استعملت هذا النوعية، درت لها 3 مغارف كبار حليب وذوبتها على حمام مائي. راح ندهن كامل السطح.
خليو المسكوته تبرد شوي وباش تزينوها بالشوكولا. نخليها تحكم روحها غير شوي ونكملو التزيين. وقبل ما تجمد الشيكولا رايحة نطراسي الشكل اللي نحب، تحبوا مربعات تحبوا مقروطات قطعوها الشكل اللي تحبوا، ونكملو نزينو بنواد كوكو والبرتقال. هنا التزيين يبقى اختياري، زينوه كما حبيتو. كما تقدروا ترشوها كامل بنواد كوكو كما حبيتو. بهذا الشكل نكملو كامل الحبات ونخليوها تنشف مليح، ومن بعد نقطعوها وتشوفوها معايا في صحن التقديم. هذه هي المسكوتة بعد ما درتها في صحن التقديم، يجي ذوقها هايل بالبرتقال وتجي خفيفة. وفي الأخير نقول للأخوات ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ونتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله.